تعد ولاية تيارت من أهم ولايات الهضاب العليا، وهي وإن كانت من الولايات الرائدة في إنتاج الحبوب ومساهمتها في الإنتاج الوطني بنسبة 13%، فإنها أيضا أحد الولايات التي كانت سباقة في زراعة البقوليات. فاتورة وإن خفت قليلا إلا أنها ما زالت مرتفعة، إذ بلغت الفاتورة عام 2017 ما يفوق 137 مليون دولار، مقارنة بسنة 2016 والتي قدرت ب 154 مليون دولار. صدارة ولاية تيارت في إنتاج الحبوب لم تمنع من التفكير في تنويع الإنتاج ليشمل البقوليات التي عرفت نتائج جيدة بالمنطقة، مما جعل الاهتمام ينصب على برمجة زراعة 12,000 هكتار من البقوليات. الولاية خطت خطوة جيدة في مجال إنتاج العدس، إذ بلغ المردود 24 قنطار في الهكتار الواحد، الأمر الذي شجع على توسيعة زراعته على أكبر نطاق ممكن وتحقيق هدفين في وقت واحد: امتصاص الأراضي البور المتواجدة واستصلاحها من جهة، ورفع نسبة إنتاج البقوليات من جهة أخرى للتخفيف من فاتورة الاستيراد. هذه المساحة اللي أنا ذكرتها يعني 100,000 هكتار بالنسبة للشمال الجزائري فإنها تمثل يعني نسبة جد قليلة. لو مثلا احنا كل فلاح في أرضه اللي تكون بور يزرع الربع تاعها فقط، ما نقولوش يزرع يعني كامل أرض البور، يزرع الربع تاعها فقط، فنستطيع يعني في سنة واحدة أن نحقق الاكتفاء الذاتي ونقضي على كلمة يعني استيراد هذه البقوليات، وحتى أسعارها ممكن لما نحقق الاكتفاء الذاتي حتى أسعارها تكون أسعار جد معقولة. حقق الإنتاج الوطني للبقوليات للموسم الفلاحي 2017-2018 ارتفاعا كبيرا ب1,300,000 قنطار مقارنة بموسم 2015-2016، أين بلغ الإنتاج ما يفوق 770,000 قنطار، أي بزيادة قدرت 69%. عام 2018 فتحت المصالح الفلاحية 42 تعاونية للحبوب والبقوليات الجافة منذ شهر جويلية من أجل استعمال البذور في هذا الموسم الجديد. إنشاء المجالس الوطنية لتطوير الشعب خطوة نحو تنظيم الشعب الفلاحية من أجل تحسين ظروف العمل للفلاح. الدولة يعني عازمة، ممثلة في وزارة الفلاحة، عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا مثلا بفكرة إنشاء المجالس الوطنية المهنية المشتركة لكل الشعب وتطوير الفلاحة بصفة عامة. أما بالنسبة لنا للبقوليات فنحن نرى أن كل الظروف مواتية، الأرض موجودة، الفلاح موجود، التقنيات كذلك موجودة لمرافقة الفلاح. هناك بعض النقاط وأبرز هذه النقاط هي مرافقة الفلاح خلال موسم البذر. مع تزايد الاهتمام بهذه الشعبة تزداد المساحة الخاصة بهذا النوع من الزراعات، خاصة بعد تقليص حجم الواردات من البقوليات بمليون قنطار سنويا، بالإضافة إلى أن القيمة الغذائية للبقوليات المحلية تفوق تلك التي تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة.